نرجع للانجازات ونرجع للنادي الاهلي، وبما اننا في الاولمبياد عندنا خلاص واحد عبر عن فكره الانجاز بيتحقق ازاي، او لو انت بتحقق انجاز فانت زي مين بالظبط. نرجع نشوف طبعا فيديو لسيف عيسى اللي حقق برونزيه وهو بيتكلم عن استقباله في مطار القاهره من قبل جماهير الكره المصريه او الجماهير المصريه او الشعب المصري احتفاء بيه. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الفرحه كانت كبيره، انتوا كبرتوها ببعض. وانت بقى يا سيف؟ انا والله كنت حاسس نفسي ان انا النادي الاهلي، يعني انا كنت حاسس نفسي ان انا انا كنت حاسس نفسي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. شوف البلاغه في التعبير، في بلاغه في التعبير. يعني انا الحمد لله ربنا كرمني ببطولات كتير كانت مهمه، بطلع من المطار بيبقى يعني اهلي مستنيني، بركب بروح مع اهلي في العربيه واروح وخلاص تمام. المره دي انا حاسس فعلا ان لا، يعني حسيت ان الناس كانت فعلا فرحانه من قلبها، الناس كانت محتاجه تفرح وما صدقت ان في حاجه حصلت. فكانوا في المطار تحس ان لا، ناس كلها كسبانه، الناس فعلا اكن في فريق منتخب مصر مثلا للكوره، هو ده اللي بيحصل فعلا في الكوره، انا شفته دلوقتي في لعبه فرديه. تعبير منجز، كل كلمه ممكن تتقال، الانجاز هو النادي الاهلي، الشعبيه هي النادي الاهلي، تحقيق الالقاب هو للنادي الاهلي، لدرجه ان هو عبر عن فكره عودته بالميداليه ان هو استشعر في المطار من حفاوه الاستقبال ان هو النادي الاهلي. اعتقد يا فارس تعبير مختصر لكل شيء. هو تعبير فطري، هناك في علم النفس ما يعرف بفكرة الاستدعاء. هو لما حب يوصل قد ايه هو حاسس ان في جماهيرية، في شعبية، في انجاز، استدعى بعقله الباطن النادي الاهلي، وهو نعمة الاستدعاء. لان هنا سيف بيدي رسالة، هو مشجع اهلاوي ومن وهو طفل صغير في بوستات ليه وهو بيتكلم عن النادي الاهلي، عقلية الشخص الاهلاوي بشكل عام دي حاجة بتترسخ في شخصيتك لو خدت النادي الاهلي كاسلوب حياه. ايوه، النادي الاهلي ممكن يكون اسلوب حياه، اصرار، انجازات، ثقه في النفس، هو ده اللي عمله سيف. ولكن انا عندي تحيه من كلام سيف وحواره وطبيعته بالكامل وهو بيتكلم عن والدته الام المصريه والست المصريه اللي بنشيلها فوق راسنا، لان فعلا فعلا وهو بيتكلم ازاي والدته كانت بتحط واقي الصدر عشان يتدرب في التايكوندو معاها كان شيء بالنسبه لي ملهم جدا. دايما بنستدعي، على عكس بقى ما هو استدعى شيء وطني جدا زي ما كان بيعمل نجيب محفوظ المحليه اللي بتاخدك للعالميه، استدعى النادي الاهلي. دايما بنستدعي افكار زي سلسله افلام روكي والانجازات بتاعتها، لا، عندنا الام المصريه الملهمه اللي نقدر نستدعيها ومساندتها لابنها. كل الاجلال والتقدير ليكي مني على المستوى الشخصي.